الخبر الاول اللي عادنا عرض احمد حسن وزينب على انه ليش زينب نزعت الحجاب. طيب ما اعرف شو اللي صاير، قبل فتره اساسا زينب كانت متحجبه وفجاه نزعت الحجاب، وبعد ما دخلوا السجن بسبب احد المقالب اللي سووها اللي كانت تبتهم ايلين، فبعد ما طلعوا من السجن فجاه زينب رجعت للحجاب، ولكن ما مر كم شهر الا زينب رجعت نزعت الحجاب. فقرروا انهم يسكتون وما يبررون الموقف اللي سووه، الى ان تعرضوا لكم هائل من الهجوم، قرروا ان يطلعون بلايف على الفيسبوك ويردون على كل هذه التساؤلات، طبعا لايف مدة ساعة، ياب اطول من حياتي. راح احطكم بالمقطع جزء من البث المباشر، ولكن بنفس الوقت راح اشرح لكم او الخص لكم كل اللي صار بالبث، والخص لكم اياه. فاول شيء قالوا انه الحجاب هو بينها وبين رب العالمين، وانه هي نزعته وما نزعته هو الله حيحاسبها، وانه الاشخاص اللي تهجموا عليهم هذا الشيء غلط، وان كان المفروض ينصحوهم بادب. اما عن اسباب نزع الحجاب، فاول شيء قالت انه صور تنزلها بالانستغرام تتعرض هواي بتهجم، انه هي مو حلوه فلهذا نزعته. اما بالنسبه لثاني سبب، يقولوا ان زينب لمست الحجاب ما كانت مقتنعه به كليا، وانه نزعته بسبب ضغط الكم الهائل اللي صار عليها بعد ما دخلت السجن، ولست الحجاب عم تخلص من كلام الناس، وانه بدأت تلبسها بالشكل الصحيح اللي هي تريده، وهي ما لبست على مود الشهره، فصاروا يقولون ان هم الاول على مصر من حيث المشاهدات ومن حيث المشتركين، وصاروا يتهجمون على انس وصل وغيرهم من المشاهير، ان انتم ليش ما تتهجمون عليهم لما يسوون اشياء غلط بس علينا؟ صار يقول بالنسبه للشخص اللي سوى عرسه، صور مال عرسه اللي هو انس وصل نزل، وما عن ليش هم ما طلعوا بث مباشره وبقطع واعلنوا انه هي حتنزع الحجاب، فحسب ما قالوا انهم كانوا خايفين من التهجم اللي حيتعرضوا له، والسب. على كل راح احط لكم جزء من البث المباشر اللي صار، احط لكم تقريبا نص ساعه من البث، احط لكم كل الملخص، شوفوا الهجوم اللي صار على انس وصل وغيره، ولكن قبلها طبعا طارق باشا نزل مقطع على قناته باليوتيوب. وبهذا المقطع رد بي على فضيحة ناريان بيوت اللي هي زاها 18 اللي نشرتها سارة، وبنفس الوقت اعلن بي عن الفيديو كليب اللي راح ينزل باشر ومن الاشخاص اللي راح ينتعسون بي. فيديو كلش مهم، روح شوف الفضيحة وكل الكلام، وبس تحطكم اياه بالوصف. صباح الخير عليكم يا جماعة، مستنيين بس كل الناس تجمع في الاول عشان نبتدي نتكلم معاكم شوية، وهنتكلم في كم موضوع مهمين جدا، وعايزكم بس تسمعونا كويس وتحاولوا تحسوا ان احنا يعني تحسوا اللي احنا بنحكيه وبس. يعني مستني بس نستجمع الاول. كل الناس جت؟ طيب اوكي، الناس كلها جت. نبتدي بقى نتكلم واحده واحده كده. اولا يا جماعه، يعني مش عارفين نقول لكم ايه، بس اقسم بالله كمان مره، يعني احنا تعرضنا لكميه تنمر من حوالي اكتر من 3 سنين لحد دلوقتي، يعني من 3 سنين لحد دلوقتي متعرض لكميه تنمر فوق طاقه البشر، محدش يقدر يتحملها، ولا بني ادمين عاديين ولا اي حد في الدنيا يقدر يتحمل ده. يعني ولو اي حد مكاننا كان انهار من فتره او فكر في الانتحار او انتحر بالفعل، يعني تمام، لان الموضوع ما بقاش مجرد ان هو مثلا حد ممكن ينصحنا نصيحه، لا، الموضوع عباره عن تنمر بس. احنا بنتعرض لكميه تنمر رهيبه، والله والله زي ما بقول لكم كده، يعني من 3 سنين، اكتر من 3 سنين صح؟ 3 سنين او اكتر، من 3 سنين من قبل ما نتجوز ولا نتخطب ولا نفكر نرتبط ببعض، واحنا متعرض لكميه تنمر ولحد دلوقتي ما زالت. والله العظيم احنا بشر ومش قادرين نتحمل، يعني الموضوع صعب وموضوع كبير. فاول حاجه بس حابب اقولها لكم، ان دعوه الخالق للخالق، احنا لو بنعمل حاجه غلط ربنا هو اللي حاسبنا، اكيد مش انتم خالص، يعني انتم رايكم فوق دماغنا وكل حاجه، بس ربنا اللي هيحاسبنا. فدعوا الخالق للخالق، ويا ريت اللي ينصحنا نصيحه هنتقبلها منك لو انت بتنصحنا بادب واحترام، انما ان انت تخش تشتم وتقل في ادبك عشان تنصحنا، والاسم اللي انت كده بتنصحنا، انت كده ما بتنصحناش، انت كده بتخلينا يعني لو احنا فعلا عاملين حاجه غلط، احنا عمرنا ما نرجع على الغلط اللي احنا عاملينه دوت، بسبب ان احنا مش متقبلين النصيحه بتاعتك ان انت تنصح لنا بشتيمه واهانه و و و تمام، حاجات كتير يعني. فالمهم خلينا بس نتكلم كده على نقطه نقطه. في البدايه بالنسبه لموضوع اصلي قلعت الحجاب، اصلي لبسته، اصلي قلعته، اصلي مش عارف ايه، اصلي الكلام ده كله. طيب اولا، احنا حرفيا مشتتين في كل حاجه في حياتنا، مش عارفين نفكر، مش عارفين نعمل اي حاجه، من فتره، مش من دلوقتي يعني، من فتره كبيره.
ومش عارفين مش عارفين نفكر تماما، مشتتين في كل حاجة، كل حاجة موجودة في حياتنا احنا مشتتين فيها، مش عارفين نعمل ايه. بداية من الموضوع اللي حصل من فترة ايلين واتحبسنا، ومفيش اسوأ من كده يعني، ان اتحبسنا عشان كنا بنهزر مع بنتنا وبنلعب معاها في فيديو، فاتحبسنا. وتخيلوا كده ان احنا نتحبس مثلا مع مجرمين وتجار مخدرات و وتبقى في حجز واحد معاهم وزنزانة واحدة. الموضوع صعب يعني، الموضوع صعب على اللي جربه مش على اللي بيسمع الحكاية. طيب، فالمهم نتكلم واحدة واحدة بقى. يعني بصراحة يعني، طيب، في حد بيقول مش محتاجين تبرروا، انتوا لا تحاسبوا. مظبوط، احنا نتحاسب يا جماعة يعني بعد اذنكم. يا تقول خير يا تسكت، تمام؟ احنا في الاول والاخر احنا هنتحاسب يعني. حابة تقولي حاجة؟ بعدين زي ما احمد قال احنا مشتتين، وفي الفترة اللي فاتت كنا مشتتين جدا. في حاجات ممكن نكون بنعملها صح او غلط، احنا مش عارفين احنا بنعمل ايه. لان اللي انتوا بتسمعوه مش زي ما تحسوا، يعني ان الواحد يسمع محدش حد عايش موضوع معانا او حد عاش في موقف، مش هتحسوا يعني مش هتحسوا زي ما هو حس، مش هتحسوا اتوجع قد ايه، مش هتحس نفسيته اتدمرت قد ايه، مش هتحس باي حاجه هو حس بيها. ممكن ناخد قرارات مش عارفين اذا كانت صح ولا غلط. في الفتره اللي فاتت دي من وجهه نظري انا كزينب، يعني الحجاب، كنت بفكر البس الحجاب، كنت بفكر البسه، كنت ناويه لما البسه البسه صح، اللي هو من وجهه نظري انا كزينب، ومش وجهه نظري برضو في ديننا في الدين بتاعنا، ان اللي بتلبس الحجاب بيبقى الحجاب نازل لحد بطنها تحت، بيبقى لابسه واسع، يبقى ما فيش حاجه من جسمها باينه، او ما فيش لبس ضيق عليها، او ما يبقاش فيه حته من شعرها باينه، او ما تبقاش حاطه مكياج جامد، او ما تبقاش بتحط عطور. ده كده في الدين اصلا، ان البنت لو في حته من شعرها باينه زيها زي اللي مش لابسه طرحه، بل هي بيبقى عقابها اشد. ده مش فتوى من عندي، وانا مش شيخه، وانا مش متدينه قوي، بس اللي انا اعرفه يعني، يعني لو واحده خرجت بس حاطه برفم في عطر في جسمها بتتحاسب زيها زي اللي نامت مع واحد. طيب، ده اللي انا اعرفه. في حاجات كتير قوي 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 بنعملها في حياتنا. خلصت الموضوع ان لقيت ان مش الحجاب اللي انا لابساه ده، الطرحه اللي انا حطاها على راسي دي، مش دي اللي هتشفع لي لما اموت، مش دي اللي هتدخلني الجنة. يعني لو انا مت وانا لابساها بالطريقة اللي انا لابساها دي، هتحاسب وهتعاقب، ويمكن العقاب يبقى اشد. فمش دي اللي مش دي اللي هتشفع لي. ومش احنا بنقول لكم ان احنا براحتنا ومتدخلوش في حياتنا، عشان في واحدة كاتبة كومنت بتقول لما انتوا بتقولوا ان احنا رأيكم مش مهم، لا رأيكم لا هم لا لو احنا 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 مش طالعين نقول رأيكم مش مهم، ولا طالعين بالبرة. احنا طالعين يا جماعة رأيكم يهمنا، بس لو بنرد على اللي باحترام. بيتقال الكلام الناس الدين، بتبعته هو انتوا لو بتتكلموا عن الدين وحرام، هو انا ينفع اطلع اقول لحد رأيي، اشتمه بامه وبابوه واهله باللي خلفوه، وكمه الفاظ اصلا في الدين ما تنفعش. عارفين لو مثلا حد، انتوا طبعا رايكم يهمنا، بس لو بطريقه يعني محترمه، او بطريقه ان انتوا فعلا يهمكم مصلحتنا، او ان انتوا بتتكلموا عن الدين فعلا صح. لكن ما ينفعش اطلع اشتم بكمه الالفاظ دي. الالفاظ الواحده كده بتقولها دي بتشيلك ذنوب، طيب شايلك ذنوب وانت قاعد وانت مش حاسس بده. لكن لو انتوا بتنصحونا بطريقه كويسه، طب ليه عملتي كده، طب انت ايه اللي خلاك عملتي كده، ما انت شكلك جنب بالحجاب، ما انت ورحمه ابويا وحياه ربنا اللي ما فيش اغلى منه، الكلام ده ممكن ياثر فيا ويخليني افكر واقول فعلا انا ايه اللي انا عملته ده، انا ايه اللي انا حطيت نفسي فيه ده، انا فعلا غلطانه. مش بالشتايم، مش بالالفاظ، مش بقله القيمه للشخص، مش باهانته ان انتوا تخلوا نفسيته تتدمر. او يعني المفروض تقدرونا، احنا بنقول لكم انتوا عالجنا واحنا معاكم. احنا عدينا بفتره صعبه قوي، مخنا مشتت. زي مثلا هعتبرك اختي، او هعتبرك اخويا الكبير، اختي الصغيره، انا كنت في فتره صعبه، كنت مشتته، وحسيت ان انا لبسته
عشان كنت في فترة مشتتة جدا وخايفة جدا ومش عارفة اعمل ايه، يعني مش عارفة افكر، ما لبستوش بالطريقة الصح زي ما كان في دماغي، عملت حاجات كتير الفترة اللي فاتت ما عملتهاش صح زي ما كانت في الطريقة اللي في دماغي، عشان كنت مشتتة ذهنيا، انا حرفيا مشتتة. فانا ناوية فعلا في قلبي مش هكذب، كنت ناوية البسه، بس وحياة ربنا اللي خلقني وخلقكم، وحياة ربنا كنت ناوية البسه بالطريقة الصح اللي هي على حق، اللي هو يبقى طرحة نازلة، لبس واسع، ما فيش حاجة من الجسم باينة، ما فيش حتة من شعري باينة، يبقى ابقى يعني لابساه على حق، اللي هو انا راضية ربنا، انا لابساه عشان راضية ربنا. طيب، عشان في ناس بس عمالة تتكلم يعني بصوا يا جماعة، هي مش قصة ان هي قلعت الطرحة كده، هي الحدد يعني. احنا الحمد لله مؤمنين بربنا، وزينب بتصلي وبتصوم والفرد بفرد وكل حاجة تمام. فحتة ان انتم حسسنا ان هي اول ما قلعت الحجاب كده هي الحدد، وحسب الله ونعم الوكيل، وانتم عقابكم عند ربنا الشديد. بص يا جماعة، مبدئيا احنا مش بنقول لكم، يعني مش عايزين نبرر حاجة، ولا طالعين نقول لكم ان احنا لا احنا ما غلطناش، لا احنا مش طالعين نقول كده. احنا اكيد غلطنا، واكيد بنغلط في حياتنا كتير، واكيد بنغلط كل يوم، بس عشان اتعلم من غلطي لازم اشوف حد بينصحني، مش حد لما بغلط بيطلع يسن السكينة وعايز يذبحني وعايز يقتلني وعايز يشتمني وعايز يهني، فاهمين الفكرة؟ فدي الفكرة، بس ان انا لما اغلط اعوز اللي ينصحني. اقول لكم حاجة بسيطة، احنا كنا ممكن قبل ما زينب تقلع الطرحة اصلا وتكرر الموضوع دوت، كنا ممكن نطلع لايف زي دوت، وقبل ما تقلع الطرحة خالص تطلع وتتكلم معاكم وتقول لكم يا جماعة اللي انا حاساه جوايا، والاسباب اللي هي عايزاه يعني مخليها عايز تقلع الطرحة والكلام ده كله، كانت ممكن تطلع وتحكي معاكم. بس هل هي لو كانت طلعت وحكت معاكم انتوا كنتوا تنصحوها، ولا كنتوا تفضلوا تشتموا؟ فده اللي خلاها ما تطلعش، لان احنا عارفين لو طلعنا وزينب لابسه الطرحه وبتقول ان هي يعني قالت اسباب، وان هي مش حاسه ان هي تفضل لابساها وعايزه تقلع والكلام ده كله، ان انتوا ممكن كنت تنصحوها نصيحه لوجه الله، اللي هو لا يا بنتي ما تقلعيش الطرحه، لا 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 لا، اللي هو نصيحه من غير شتيمه، كنا عملنا كده. لكن احنا موقفكم يعني معانا كتيرة مش حلوة، اخره مثلا موقف العربية، اللي هي العربية المرسيدس ساعة لما اتحرقت، احنا طالعين بنستنجد بيكم، طالعين عايزينكم تقفوا جنبنا، بنقول لكم الحقونا عربيتنا ولعت، محتاجين دعمكم، محتاجين تقفوا جنبنا وتهونوا علينا وتفضلوا معانا لحد ما نعرف ناخد حقنا ونعوض اللي حصل. فطالعين عشان تقفوا جنبنا، لقينا كل الناس بلا داعي، انتوا اللي حرقتوا العربية، وانتوا اللي عملتوا العربية، وانتوا اللي ولعتوا فيها، وانتوا وانتوا وانتوا، كلام كتير وجعنا. يعني احنا طالعين بنستنجد بيكو، وطالعين بنقول لكم الحقونا، لانكم بتقولوا لا نلحقكم ايه، ده انتوا اللي مولعين في العربية بتاعتكم، ولعنا فيها ازاي؟ طيب، انا جايب لكم حاجة بقى معايا بمناسبة العربية المرسيدس وحريقة العربية المرسيدس والكلام ده كله. طبعا بعد ما العربية اتحرقت احنا رحنا عملنا محضر، والمحضر اتحول للنيابه، والنيابه حققت في الموضوع وكلفت الجهه المختصه ان هي تفحص العربيه عشان تتاكد ان ده فعل فاعل، ولا ده قضاء وقدر، ولا ايه بالظبط. والحمد لله العربيه اتفحصت والنتيجه طلعت واتصدقت من النيابه العامه، ومعايا انا اوريها لكم، مش انتوا كنتوا بتقولوا احنا اللي حرقنا العربيه المرسيدس بتاعتنا عشان فيوز ومشاهدات وحاجات كده؟ طيب، ده تقرير المعمل الجنائي اللي طلع تمام. التقرير بيقول ايه بقى، اللي هو بتاع حريق العربية، التقرير بيقول الحريق حريق قضاء وقدر نتيجة ماس كهربائي. ممكن تقروا دي ورقة رسمية من النيابة العامة اهو، حريق قضاء وقدر نتيجة ماس كهربائي. طيب يعني مش احنا اللي حرقناها زي ما انتوا ما بتقولوا، فاحنا موقفنا معاكوا وحشة في الحاجات دي، اللي احنا لو طلعنا بنستنجد بيكوا او طلعنا عايزينكم توجهونا للطريق الصح، انتوا مش هتوجهونا، انتوا هتشتموا. فده اللي بيخلينا ما نطلعش. احنا كنا ممكن زي ما بقول لكم نطلع، احنا مش بنبرر الغلط، والله والله العظيم ما بنبرر الغلط، احنا غلطانين وعارفين ده. يعني احنا مش طالعين بنقول لا احنا ما بنكبرش، احنا ما بنكبرش الغلط خالص، وعارفين ان الحجاب فرض، وان كل مسلمه لازم تبقى لابسه الحجاب، وان الحجاب ليه فروض، حتى لما بيتلبس بيتلبس بطريقه معينه، بيتلبس على لبس معين، ما بيتلبس على لبس ضيق. الحجاب مش مجرد حتة قماشة بتحط على الراس، لا الحجاب فرض،
وبتلبس بطريقة معينة، والحجاب برضو مش ان انا البس تربونة وابين رقبتي كلها وابين رجلي وابين ايدي والحاجات دي كلها، لا لا، الافروت افروت تمام. فاحنا عارفين كل دوت، واحنا مش طالعين بنبرر ده ولا طالعين بنقول احنا مش غلطانين وبنكابر، لا احنا غلطانين تمام. بس احنا كنا ممكن قبل ما نغلط كنا ممكن نطلع ونستشيركم، كانت زينة ممكن تطلع لايف زي دوت وتستشيركم. بس الخوف من الظهور وان هي تتكلم معاكم في موضوع زي دوت وتقول لكم انا دلوقتي، يعني بتتكلمكم باللي جواها واللي هي حاساه والاسباب بتاعتها ان هي عايزاها تقلع الحجاب، فانتوا كان هيبقى رد فعلكم مش اللي انتوا نصحوها. فهي لو في النصيحه فاحنا عايزين نسمع منكم النصايح كلها عشان نبتدي نحسن من نفسنا ونعمل اللي انتوا شايفين ان احنا بنعمله غلط. والحمد لله احنا يعني زينب زي ما قلت لكم بتصلي وما بتسيبش فرض، ويمكن بنعمل خير كتير في حياتنا من غير الذكر اللي احنا بنعمله. فاحنا يا جماعه يعني مش هنقلت الحجاب، هي كده على الحدد ولا هي طالعه مش لابسه، هي قلعت الحجاب، هي مش حاسه نفسها بيه دلوقتي، هي مش مبسوطه وهي لابسه. انتوا عارفين بيجي اوقات على الواحده يعني اللي هي البنت بتحس شكلها وحش في كل حاجه، هي دي الفترة اللي عدت على زينب. حتى أنا عايز أقول لكم حاجة، أنا كنت بنزل صور كتير لينا أنا وزينب وقايل وإحنا مع بعض وزينب محجبة وكذا وكذا وكذا، كومنتات كتير ده من أسباب يعني خلت زينب تقلع الحجاب، كومنتات كتير تتكتب إيه القرف ده، شكلك عامل كده ليه، شكلك وحش بالحجاب، شكلك شكلك شكلك، ومسج كتير على الانستجرام يبعتوا لها شكلك وحش، لا لا الطرحه انت كده مش لابساها صح، انت لابساها غلط، هي الطرحه مش قماشه، انت رقبتك باينه، انت 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 مش عارف ايه. فدي كانت من احدى الاسباب يعني كتير. جماعه وحياه ربنا احنا محتاجينكم تدعوا لنا وتتمنوا لنا الخير عشان احنا بنعتبركم اهلينا فعلا. والله العظيم اللي يعرفنا كويس هيعرف قد ايه احنا مش وحشين زي ما انتم متخيلين كده، ولا ان هي الحادث لما قالت الحجاب اللي بتقولكم ان هننصحها، والله ابدا، والله ما حد كان هينصح. احنا متاكدين ان انتوا هتنصحوا وان انتوا فعلا بتعتبرونا يعني من اهلكم، بتعتبريني اختك او والله لا بتعتبرني اختك. في حد بيقول عايزه ايه لما تقلع الطرحه نبارك لها، يعني لا ما تباركيش، يعني تنصحيها تدعي لها تنصحها، قولي كلامي خليني انما ان انا دلوقتي مثلا شفت حد طالع مش يعني مثلا مش لابس طرحه، اخش اقول له كده بهداوه واتناقش معاه وابعت له ان الحاجه في فرض وكذا وكذا واتكلم معاه، انما اخش يا ولاد كذا ويا ولاد كذا ويا ولاد كذا والحجاب يا ولاد كذا ويا ولاد كذا ويا ولاد كذا، طب احنا كده نسمع بالنصيحه يعني لما انت تشتم هنسمح بقى يعني هنقول تمام كده انت بتنصحنا فهنعمل بالنصيحه؟ بالعكس. فانا عايزكم يا جماعه دعوا الخالق للخالق، ربنا اللي هيحاسبنا مش انتم. احنا دلوقتي لو احنا بنعمل حاجه غلط ربنا هيحاسبنا، لو احنا بنعمل حاجه صح فدي بيننا وبين ربنا. في الاخر احنا اللي هنقابل، يعني احنا اللي هيبقى وشنا في وش ربنا بعد ما نموت وهنتحاسب، مش انتوا اللي هتحاسبونا تمام. دي الفكره كلها. وزي ما قلت لكم والله العظيم احنا ما وحشين، وممكن تسالوا الناس اللي يعرفونا هيقولوا لكم قد ايه احنا مش وحشين. والفكره يا جماعه ان انتوا مش عاجبكم حاجه، زينب اتحجبت بتخش تشتمه، طب قلعت الحجاب بتخش تشتمه، طيب نعمل فيديوهات كويسه تخش تشتمه، نعمل فيديوهات انتوا بالنسبه لكم مش كويسه تخش تشتمه، طب يعني ايه اللي احنا نعمله عشان نرضيكم؟ ايه اللي احنا نعمله عشان تبقوا انتوا يعني الاقي منكم كومنتات ايجابيه كده، مش كلها سلبيه سلبيه سلبيه. طيب عامه بس عشان برضو موضوع الحجاب دوت اللي هو اكيد زينب مش هتقدر تلبس الحجاب وتقلعه، مش هتقدر تلبسه وتقلعه، هي زينب قلعت الحجاب والفتره الجايه هي 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 قررت ان هي تقلع الحجاب، ولحد ما ربنا يهديها الهدايه الصح والهدايه اللي هي فعلا تلبس في الحجاب صح. ويمكن هي ساعتها لما لبسته من فتره كان بسبب تشويش ذهني كتير، هي ما كانتش عارفه هي بتعمل ايه. الموضوع كان صعب يا جماعه، احنا مرينا بحاجات والله العظيم ما في بشر يستحملها، ما فيش بني ادم ممكن يستحمل اللي احنا مرينا بيه. واحنا ما بنبررش تاني عشان ما حدش يقول انت بتبرره
ومش عشان نرضي الناس، لا احنا طبعا بندور ان احنا نرضي ربنا في المقام الاول. فبقول لكم ان الموضوع والله ما سهل علينا، احنا مرينا بظروف صعبة جدا جدا، اقسم بالله اكتر من 3 سنين بنتعرض للتنمر يوميا ومش قادرين نتكلم. طب انا اقول لكم حاجة، طالما هتتنمروا علينا طب هتتنمروا على الكل بقى يعني، فاهمين؟ عشان ما نحسش حتى بتفرقة عنصرية ان انتوا بتفرقوا بين ناس وناس. طب ما احنا ممكن احنا بنعمله، في ناس تانية كتير بتعمله، بس انتوا بس قررتوا ان انتوا تتنمروا علينا احنا بس مش على الناس التانية. فده سؤال برضو، اشمعنى؟ طيب ناس كتير بتخش تكلمني انت ازاي وازاي وازاي ده العيال طرحه، وانت بتعمل ايه، وانت 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 وانت. طيب الناس دي ما بتخشش لممثلين اللي هم مراتهم بيمثلوا وبتحضنوا وبتباسوا، والمخرجين طبعا اللي مراتهم برضه بيمثلوا وبتحضنوا وبتباسوا في الافلام والمسلسلات و و و و و والى اخره. لما بينزلوا صوره مع بعض، الله انتوا ازاي جمال كده، انتوا ازاي حلوين كده، انتوا ازاي امامير كده، انفلونسر ويوتيوبر بيتجوزوا وتلاقيهم مش لابسين حاجه في الفرح. ومن قريب حد كان عامل فرحه والسوشيال ميديا كلها كانت مقلوبه عليه، انتوا ازاي جمال كده وازاي حلوين كده، والله انت ازاي جميله وازاي 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 وازاي، ومحدش اتكلم على اللبس. انما زينب قلعت الحجاب، لا ازاي ازاي زينب تقلع الحجاب، انما مين يلبس مين ما يلبس، مين يقلع مين ما يقلعش، لا احنا مالناش دعوه باي حد. هي بس زينب لبس الحجاب، احنا ندخل نشتمها. زينب قلعت الحجاب، برضه نخش نشتمها. زينب طالعة بتتكلم في حاجة هادفة، هندخل نشتمها. بتتكلم في حاجة تافهة، برضه هندخل نشتمها. فاللي هو بالنسبة للناس اللي بتقول انت بتعملي كده عشان الفلوس، انا بس عايزة طبعا يعني بس الموضوع، سيبنا نتكلم بقى في الموضوع ده بالذات عشان الموضوع ده عشان الموضوع مضايقني. ده حرق دم انا وحياة طيب ربنا. الناس اللي بتقول انتوا هي قلعت الحجاب عشان الشهرة، شهرة ايه يا جماعة؟ احنا لسه بادئين، احنا لسه بادئين، احنا دلوقتي لسه بادئين على اليوتيوب ولسه بادئين على السوشيال ميديا. احنا مشهورين يا جماعة من قرنين فاتوا. يعني احنا اكبر قناة على اليوتيوب المصري، اكبر قناة يوتيوبر في اليوتيوب المصري قناتنا. شهرة ايه؟ فايش يعني ايه الليفل اللي بعد كده؟ معلش خش على فيديوهاتنا، زينب كانت متحجبة، وخش على الفيديوهات اللي هي متحجبة فيها، 2.5 مليون، 3 مليون، 4 مليون، 5 مليون، 6 مليون وهي متحجبة. فهل هي لما تقلع الحجاب هتاخد جايزة؟ هتاخد بونص؟ هيدوها فلوس زيادة؟ اليوتيوب مثلا يقول لنا زينب قلعت الحجاب فخدوا فلوس زيادة؟ طب ما هي هي يا جماعة. طيب هو عشان يعني هي الوقت لما تقلع الحجاب، ايه الفلوس اللي هتخش لنا زيادة؟ ايه الشهرة اللي هنكتسبها زيادة؟ مفيش. تمام، فخلاصة للموضوع عشان محدش يقول اصل زينب بتقلع الحجاب وبتلبسه، تقلع الحجاب وبتلبسه، هي زينب مش هتلبس الحجاب الفترة دي، وكل اللي هي طالباه الناس تدعي لها، ادعوا لها ان ربنا يهديها وترجع تلبس الحجاب بس بالطريقة الصح. لو انتم ملاحظين ان زينب في الفترة الأخيرة، من كمية الناس اللي بيتنمروا، من كمية الناس اللي بيتنمروا يخشوا يقولوا لها زينب انت شكلك وحش، انت شكلك وحش بالحجاب، الحجاب وحش عليكي، البسي الحجاب صح، رقبتك باينة، ودنك باينة، انت مخرجة الحلق من الطرحة، انت ده تعبها نفسيا، وصلها حالة اكتئاب، وساعتها هي يعني ده من الأسباب الرئيسية اللي هي خلتها تقلع الحجاب، كلام الناس. تمام؟ فبعد إذنكم ادعوا لها إن ربنا يهديها وإن ترجع تلبس الحجاب بس تلبسه صح، وإحنا مش طالبين منكم حاجة تاني، وكلنا عارفين إحنا غلطنا، عارفين إحنا غلطنا غلطانين والله يا جماعة، العظيم والله ثلاثة عارفين غلطانين، إحنا غلطانين، إحنا ما إحنا بنكابرش، مش بنكابر إحنا ولا عمرنا بنبرر، عمرنا ما نكابر مع الغلط. وقلنا لكم إن إحنا كنا مشتتين وتصرفاتنا عشان كنا مشتتين، فكلنا بنغلط، أنتوا يعني أكيد كلنا بنغلط، أكيد كل بني آدم فينا عنده غلط، أكيد إحنا مش شيوخ على السجادة كلنا. صح، أي واحدة بتقول نهاية الكلام اعملوا الصح واللي يرضي ربنا وخلاص. إحنا فعلا مع الوقت إحنا بنحاول نعمل الصح على قدر الإمكان، على قد ما بنقدر بنعمل كل حاجة في حياتنا صح. يمكن انتوا ما بتشوفوش دوت، يمكن او يمكن احنا ما بنشاركوش دوت، بس والله 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 يا جماعه، مش معنى ان واحده قلعت الحجاب فهي الحدت، هي الحجاب هي قلعته عشان هي مش من كلام الناس، مش حاسه ان هي حلوه بيه ولا قادره تتعايش معاه ولا قادره ان هو يبقى ستايل لبسها اليومي ولا 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 ولا، وعارفين ان ده غلط، وعارفين ان الحجاب فرض، وان هي المفروض تلبسه، ومفروض تلبسه صح، ومفروض تلبس لبس صح، ومفروض ما تبينش رقبتها، المفروض ما تبينش ودانها، المفروض ما تبينش اي حاجه من الطرحه، المفروض ما تبينش شعر، عارفين كل الكلام دوت. واحنا غلط، ما بنقولش ان احنا تاني، اقسم بالله احنا غلط، احنا غلطانين، احنا
مش طالعين لبره نقول لا اللي احنا عملناه صح وانتوا غلط، لا احنا بنقول احنا عملناه غلط بس انتوا كمان غلط في طريقه نصيحتكم. ازاي؟ انا دلوقتي لو شايف ان مثلا حد بيعمل حاجه غلط هدخل اقول له انت بتعمل حاجه غلط وانصحه، مش هدخل اشتمه واقول له انت بتعمل حاجه غلط واشتمه. فاهمين ده الفرق؟ بس انا لما بلاقي حد بعت لي رساله بينصحني والله العظيم باخد من النصيحه، والله العظيم وبعمل ان انا اعمل النصيحه وبنرد والله. انما اللي داخل يشتم متقبل مني ايه؟ يعني متقبل ان انا اعمل بنصيحتك عشان تشتمتني؟ بس انت عارف مش رب اصلا، احنا لو عايزين يعني مش هنخاف من الشتيمه، انت لو هتنصحنا فده ربنا يعني هيجازيك خير ويكتر خيرك، ودي حاجه هتبقى يعني في ميزان حسناتك. لكن لو انت شتمتنا دي مش تأذى يعني. واحنا اكتشفنا اكتشاف عظيم ان الواحد لما بيدور على ان هو يرضي الناس عمرهم ما بيترضوا ولا بيرضوا خالص. طبعا الواحد لازم في المقام الاول يدور ان هو يرضي ربنا في المقام الاول، وبعد كده يشوف الناس، لان الناس ما بترضاش. بتعمل الصح الناس ما بترضاش، بتعمل غلط الناس ما بترضاش، بين البنين الناس ما بترضاش. فمش عارف اقول لكم ايه. فشكرا على كل حد بيدعي لنا ان ربنا يهدينا وربنا يهدي زينب ويخليها تلبس الحجاب الصح. ومش عارف اقول ايه لكل شخص بيدخل يشتم. يعني ده نابع عن تربيتك في الاول والاخر. يعني انا مثلا لو شخص ما بشتمش انا ما يحصل عمري ما ادخل اشتم حد، انما دوت في الاول والاخر نابع عن تربيتك. الشتيمه اللي انت بتشتمها لي في شات بتشتمها في الشارع. واللي غيظني ان في اطفال بدخل عندهم، يعني بدخل على اكونتات اللي هي بتبعت لنا ساعات، بلاقي اطفال عندها 8 سنين و9 سنين و10 سنين و12 سنه بيخشوا يشتموا بافظع الشتايم. انت فين اهلك؟ فين اهلك؟ طب يعني انتوا اهاليكوا عارفين انتوا بتشتموا الشتايم دي؟ طب انتوا بتشتموا في المدرسه وانتوا مع بعض؟ طب انتوا ده ستايل حياتكم؟ ده اللايف ستايل بتاع حياتكم الشتيمه؟ كل اللي انا عايزه برضه اوصله لكم ان انا لو كنت كملت طريقه الحجاب اللي انا مشيت بيها مش كانتش هتشفع لي، والله ما كانت هتشفع لي. وانا نفسي طبعا ربنا يهديني والبس الطرحه بطريقه صحيحه، واتمنى ان ربنا ما ياخدش روحي غير وهو راضي عني. طيب في حد بيقول غلط ان انت تطلع ترد؟ لا لازم اطلع ارد. يعني ناس كتير بعت لنا، احنا ما كناش يعني في الاول احنا قلنا مش هنطلع نبرر اي حاجه، بس من كتر كميه الرسائل اللي بتجي لنا وكميه الناس اللي بتتكلم فعايزين نطلع نرد، عايزين نطلع نبرر، عايزين نطلع يعرفوا طب هي ليه قلعت الحجاب. خلاصه زينب قلعت الحجاب في المقام الاول من كلام الناس اللي بيخشوا 24 ساعه في الرسائل عندها، شكلك وحش بالحجاب، شكلك مقرف بالحجاب، انت لابسه الحجاب غلط، انت رقبتك باينه، انت شعرك باين، حرام عليكي، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، انت هتشوي في نار جهنم. الكلام ده كله كفيل ان هو يخلي الواحد قلبه يوجعه. يا جماعه يعني وانتوا يعني بما انكم انتوا مسلمين وعارفين الاسلام كويس، ده اللي انتوا عاملين تتكلموا عن الحجاب 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 الحجاب، الاسلام برضو قال ان احنا نقول خيرا يا اما نصمت. يعني لو عندك كلمه حلوه قولها، ما عندكش كلمه حلوه اسكت، سيب ربنا هو اللي هيحاسبنا مش انت اللي هتحاسبنا. يعني احنا بنعمل حاجه غلط مننا لربنا، ربنا هو اللي حاسبنا على الحاجه غلط اللي احنا بنعملها، بنعمل حاجه صح ربنا حاسبنا على الحاجه الصح اللي احنا بنعملها. انما انتوا عايزين تحاسبونا انتوا؟ طب ليه؟ يعني ايه السبب؟ احنا ما غلطناش في حقكم، احنا ما طلعناش شتمنا في حد في مره غلط فينا، بنحاول نبقى نبسطكم ونفرحكم وبنعمل بنحاول نرضي ربنا على قد ما، والله العظيم ثلاثه اقسم بالله وحياه بنتي ايلاند، بنحاول نرضي ربنا اولا بحاجه. يعني اولا طول الوقت اي حاجه بنعملها بنفكر نرضي ربنا ازاي، ده اولا. ثانيا بنحاول نرضيكوا على قد ما نقدر بقدر الامكان. فاحنا مش عارفين كده عشان ترند، واحنا مش محتاجين ترند، واحنا مش محتاجين شغل يا جماعه يعني، ومش محتاجين يعني الحمد لله احنا يعني معلش انا اخر فيديو منزلينه
قبل موضوع ان زينب قلعت الحجاب جاب 2 مليون 2 مليون وشويه، الفيديوهات اللي قبلها كلها 2 مليون 2 مليون وشويه، 3 مليون 4 مليون، فترند ايه يعني؟ انا بس والله العظيم بستغرب الناس اللي بتطلع تقول اصل هم عاملين كده عشان مشاهدات. مشاهدات ايه؟ ما المشاهدات موجوده يعني. هل احنا دلوقتي الناس ما بتتفرجش علينا فاحنا عاملين موضوع الحجاب عشان الناس تتفرج؟ طب ما الناس كده كده بتتفرج يعني، الحمد لله مشاهداتنا من القنوات، من اكبر قنوات موجوده في مصر احنا، وكاد نكون احنا اصلا يعني كاد نكون القناه الاولى او اعلى قناه كعدد سبسكرايب وعدد مشاهدات في مصر. فترند ايه اللي احنا هندور عليه؟ ولا فلوس ايه؟ ولا شهره ايه يعني؟ معلش الحمد لله احنا معروفين بقدر كافي، واحنا بنحمد ربنا على ده، عندنا الشهرة الكافية، عندنا المتابعين الكافيين اللي هم بيتابعونا، فمحتاجين ايه تاني؟ الفكرة كلها يا جماعة يعني انتوا عايزيننا ننافق نضحك عليكم؟ اوكي كنا ممكن نضحك عليكم خالص يعني. يعني كنا ممكن نعمل ايه مثلا؟ كانت ممكن زينب تلبس الحجاب في الفيديوهات، بس بره الفيديوهات في الشارع، فاحنا رايحين اي مكان و تبقى على الحجاب. هل ده صح؟